لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا كنا شر الابراهيمات يا اخي، مشكله الابراهيمات دي مشكله. اجيك في طرف الاسبوع ثم تخرب عليك الايام اللي انت مستانس فيها فالح فيها. الله يذكرك بخير نواف، جلساته معنا كانت فيها شيء من الطرفه، فيها شيء من الضحك، فيها شيء. تعال بندر، تعال عندك شيء؟ صحيح انه كان جوه شوي مقاير، يعني تركيبته شوي، بس انه سبحان الله رغم تركيبته الا انه سبحان الله معطي ان المجموعه نكهه. مره يشطح على بندر، مره اشطح عليه، مره يشطح علي، مره يشطح على عليان، مره على مناحي، مره على سبحان الله تلويفه حلوه. ف صراحة فقدنا، نسأل الله يوفقه، يسمح دربه ويحفظه. إبراهيم سبحان الله يذكرنا دائما، الله يكفينا وياكم الشر، يذكرنا بالانتقال من الدنيا. الواحد ينتقل من الدنيا وراح خلاص، طلع منك ما عاد تشوفه ولا عاد يشوفك. تذكر أيامه، تذكر عيشته معك وجلوسه معك وضحكه معك. رغم ان احنا هنا سبحان الله يمكن تصير اشياء تحت الهواء اكثر من اللي فوق الهواء. لو اللي تحت الهواء كلها يشوفون المشاهدين كانوا عاشوا معنا اللحظه. فوق الهواء تراك سبحان الله تحفظ شوي، كذلك ما تعطي الاريحيه اللي عندك كامله، لكن تحت الهواء سبحان الله نجلس ونضحك. البارحه انا وبندر وهو جلسنا جلسة يمكن من أمتع الجلسات اللي جلستها، ضحكنا وسولفنا وكان حتى أنه كان يبغى يحاول أنه يطرفني يعني، وضحك ضحك البارحة سبحان الله عجيب. وفي جلسات ترى هو أحيانا إذا استانس نواف تضحك منه. وتحت له اليوم أنا وياه وعليان ومناحي الشمراني نواف جالسين جلسة بعد نفطر هنا، وفي مناقشات بينه وبين مناحي تضحك. مناحي كل شيء عنده جدي، ونواف يطلع له بسؤال منه وسؤال منه. الله المستعان. ومناقرته مع عليان دائم، هو عليان سبحان الله عليان جزاه الله خير اكثر واحد يتضايق وأكثر واحد يتحمل في نفس الوقت. إذا سأله نواف بعض الأسئلة ولا مزح معاه جاب رياكشن ردة فعل تضحك. الله المستعان، الله يوفقه ويسمح دربه ويسر عليه ويسر أخويانا كلهم.
امس داخلين منا وجايبين عزبنا وجايبين دنيانا وجايبين حاجاتنا وجايبين. اليوم يمكن اليوم اقول للشباب شوفوا المسرح كم واحد على المسرح، من اول صفين ثلاث صفوف على المسرح. الحين المسرح ما الا الصف الاول ما الا ثلاثة واربعة، والثاني فيه ما ادري كم واحد، والباقيين في البرايم في عند عاد الهيف. لكن ما شاء الله اللي يطلع في الوقت ذا انا اقول انه خلاص اكثر الناس اصوده يطلع في الوقت هذا، خاصه الانسان اللي ما عنده طموح منافسه، حتى اللي عنده منافسه يقدر ينافس على الجمهور. لان الوقت هذا سبحان الله زي الوقت يصعد البرنامج، في وصل 70 كذا ها بدا ينزل شوي، وحتى الرتم يقل، والشباب يعيشون الروتين نفس يعني روتين ما فيه شيء جديد، يجلسون يملون شوي الين يمكن يجي 98 يبدون. لكن ان شاء الله في رحله بخاونا ان شاء الله نواف فيها، بنستانس احنا وياه، بننبسط مع بعض، بنستانس مع بعض. الشباب جزاهم الله خير، متكاتفين على كل شيء، كل شيء عايشينه مع بعض، و عندهم له كلام بعد تحت الهواء جزاهم الله خير. لكن سبحان الله في الدنيا هذه سبحان الله ما رزقك اللي الله كاتبه لك سبحانه، اللي الله كاتبه تاخذه، وقتك اللي انت جاي كاتبه الله تاخذه. انت مسير من الله سبحانه وتعالى. صحيح الانسان وده يقدم، وده يعطي، وده كل انسان عنده يطمع الافضل والاعلى والاجمل، لكن برضه الله اللي يسيره سبحانه وتعالى. يمكن هو حتى من نفسه يقول انا ما توقعت ان يوم من الايام انقبل، الله وفقه وانقبل واعطى اللي عنده، قدم اللي عنده. بعض الناس سبحان الله يقول ما ودي اني طلعت في ذا الوقت، ليه؟ يقول عاد عندي اشياء وعندي امور وعندي تفكير وعندي خطط راسمها وعندي يعني يحزن اكثر وينحزن اكثر. بس نواف ما شاء الله قدم اللي عنده، ويمكن يطلع له في الوقت هذا ما شاء الله قد مناسب له، يروح لامه مبطي منها واخوانه الاخرين، كمل مسيرته برا وايام بسيطه، وبعدين يرجعون الشباب ان شاء الله للبرنامج، نكمل معه، نستانس معه، نعيش. الحين سبحان الله الأيام هذه كلها بتروح ما يبقى منها إلا الذكريات. والله يا الأيام اللي حنا ونواف والشباب، سائر الشباب كلنا عشناها مع، ما أحس يوم من الأيام إني بقول ليتني سويت كذا ولا ليتني جلست كذا ولا ليتني، أحس إنها ممتدة يعني طوال الوقت. يعني ما أتخيل في اليوم ذا اللي بيجي وبيطلع ذا لا. فأول ما يجي الواحد يطلع سبحان الله ترجع تعيد حساباتك، ترجع تقول كم جلست مع الشخص هذا، وكم يمكن احتاجني في شغله ولا سويتها، كم كم كم. انا اذكر نواف حتى انه يوم من الايام طلب منا قصيده، قال ابغى اشيلها عند الاستديو. ها؟ ما ادري مو براك شو بغيت منه؟ وكتبنا قصيد ورحنا الاستديو. يوم جينا الاستديو نكتب وكذا ونرتب كل عشان
يوم جينا الاستديو قال ما يناسب الشلة هذه، ما تناسب مع صوتك. يعني لو يعني بالعربي قال ان الانشاد ما يناسبك، الانشاد ما يناسب صوتك، انت صوتك يناسب يعني تشل على كيفك وتبدع على كيفك تبحر على كيفك. فهو ما شاء الله يعيش مرة يعني إصراعات، مرة مع الإنشاد، مرة مع التقديم، مرة مع التمثيل، جرب كل شيء ما شاء الله، عطى اللي عنده. ونسأل الله أن يوفق جميع الناس. أهم شيء في الدنيا الإنسان يكون محسن الظن بالله، لا يجي يوم من الأيام وتقول والله خلاص تسكرت الدنيا في وجهي، ولا هذا وهي المحطة الأخيرة من محطاتي. لا، أنا يمكن دخلت برنامج، قدمت، سويت، عطيت، يمكن لا قدر الله أني ما حصلت الشيء اللي أنا أريده، ما أوقف، ما أستسلم، ما أقول لا خلاص هذه هي آخر شيء، لا، أواصل. والدنيا ما وقفت على برنامج، ما وقفت على شخص، ما وقفت على كائن من كان. أنت ما نجحت في المحطة هذه، شوف المحطة الثانية اللي وراها، شوف الناس مثلا تراعي صوت، جرب في الأصوات ما مشى معك الأصوات، جرب في التقديم ما مشى معك التقديم، جرب في أي تجارة، في جميع، حتى في جميع التواصل. بعض الناس تلاقي نشيط في التويتر مو بنشيط التيك توك، بعضهم تلاقي نشيط في التيك توك مو بنشيط السناب. كل انسان الله اعطى موهبه، بعضهم عنده موهبه تسويق، بعضهم عنده موهبه الشراء، بعضهم عنده مو بالشراء التجاره اقصد بشكل عام. حتى في التجاره بعضهم جيد في السيارات بس مو بجيد عنده في العقار، بعضهم جيد في العقار مو بجيد في السيارات، هكذا. انت اهم شيء لا تيأس، خل ظنك بالله طيب. الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يشاء. أنا معه، أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني، أو كذا. إذا كان لي نفسي ذكرت نفسي، إذا كان لي ما ذكرت يا مرحبا.